إذا للوقوف عند الربط السككي بين العراق وإيران وأثره على الاقتصاد العراقي، طبعا بالتزامن مع صدور حكم بوقف تنفيذ اتفاقية الملاحة في خور عبد الله مع الكويت. ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. دكتور حياكم الله، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله. دكتور فاروق، ما مدى تأثير هذا الحكم على اتفاقية دولية تم التصديق عليها في عام 2013؟ في البداية تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة هذه الاتفاقية هي بالأساس صدرت بموجب القرار 833 لعام 1993، وكلنا نعرف أنه وضع العراق عام 1993 بعد العدوان الثلاثيني على العراق عام 91 كان العراق في موقف ربما يكون موقف ضعيف، وكان غائب عن مجلس الأمن، فلذلك اتخذ هذا القرار. وبموجب هذا القرار اللي المفروض أن يوقع اتفاقية ما بين العراق والكويت، هنا نتساءل لماذا لم خلال 10 أعوام من عام 93 إلى 2003، عام العدوان واحتلال وغزو واحتلال العراق، لم توقع الحكومة العراقية أو النظام الوطني العراقي السابق على هذه الاتفاقية. وبنفس الوقت نور المالكي أو من سبقه سواء كان إبراهيم الجعفري أو إياد علاوي، لماذا لم يوقعوا على هذه الاتفاقية إلا عام 2013؟ طيب. أي بعد مؤتمر الكويت للدول المانحة، وبذلك كان هناك نوع من الجميع أشار إلى ربما أن تكون هناك صفقات فساد في هذه العملية، وربما الاتفاق على توقيع بعد 20 عام من صدور هذا القرار هو بحد ذاته هو إجحاف في حق العراق، ولذلك لم توقع لا حكومة، يعني الحكومات المتعاقبة سواء قبل 2003 أو بعد 2003 وقع المالكي عام 2013. هو دكتور، لو تحدثنا عن التوقيت، يعني المراقبون أيضا هم يتساءلون لماذا الحكم الآن بعدم دستورية الاتفاقية ومن ثم وقف سريانها؟ هذا الأمر جاء متزامنا مع مشروع الربط السككي الذي أقره السوداني مع إيران، يعني هذا التوقيت لماذا الآن دكتور فاروق؟ هذا يدلل على أن من يحكم العراق هو أداة في يد السلطات الإيرانية، لا الحكومة الاتحادية، عفوا المحكمة الاتحادية لماذا لم تصدر قرار ببطلان هذه الاتفاقية بعد 2013؟ الآن بعد مرور 10 سنوات تصدر هذا القرار بعد أن تم الاتفاق على مد السكك الحديدية ما بين إيران والعراق. هو إذن هذا القرار أنا باعتقادي هو لمصلحة إيران لإثارة المشاكل والفوضى في ميناء الفاو وفي خور عبد الله اللي هو يعتبر المنفذ الأساسي والحيوي للعراق، فلن اتفاقية اللي وقعت هي كانت لصالح العراق، ولا إلغاء هذا القرار بإلغائها بهذا بعد توقيع والتوقيع على اتفاقية الربط السككي ما بين إيران والعراق أعتقد هو ليس بصالح العراق. والمعروف عن فارق زيدان هو في كثير من القرارات كان يحابي ويجامل إيران وزيارات المتكررة إلى إيران، فإذا المحكمة الاتحادية أنا باعتقادي هي لا تختلف عن الحكومة الموجودة حكومة الإطار التنسيقي. طيب دكتور، ولكن السوداني عندما كان نائبا في البرلمان رفض مشروع الربط السككي مع أي دولة جارة، هل تغيرت الأوضاع خلال هاتين الفترتين دكتور؟ لم تتغير الأوضاع، ولكن تغيرت الوجوه وتغيرت القرارات. السوداني معروف عندما طرح
هذه المسألة طرحها وهو عضو في البرلمان، لكن الآن هو رئيس وزراء، ورئيس الوزراء يتلقى أوامر من أسياده سواء في الداخل العراقي أو خارج العراق، ومعروف من هو اللي أتى بالسوداني. السوداني لا يملك أغلبية في البرلمان ولا يملك حتى على عدد الأصابع أعضاء في البرلمان، ولا يملك الحزب القوي اللي قادر أن يتخذ قرار. إذن السوداني اتخذ القرار ووقع الاتفاقية بموجب قرار من إيران ومن تأثيرات إيران على حكومة الإطار التنسيقي، سواء من خلال وجود المالكية أو هادي العامري أو المجاميع الأخرى. دكتور فاروق، هناك من يقول أن قرار الربط السككي وأيضا قرار المحكمة بوقف تنفيذ اتفاقية خور عبد الله يؤشران أن السياسة الحاكمة في العراق تبتعد عن محيطه العربي، هل تتفقون مع هذا الطرح؟ نعم، أنا أعتقد أنه منذ العام 2004 ولحد الآن لم تكن هناك إرادة لدى الحكومات المتعاقبة أو لدى السلطات اللي حكمت العراق منذ العام 2004 ولحد الآن أي توجه لتحسين العلاقات مع الدول العربية، بل بالعكس. لما ننظر إلى دائما الادعاء أنه تحسين العلاقات، ولكن على صعيد أرض الواقع إذا نلاحظ ما يجري في داخل العراق، الإنسان العراقي العربي مضطهد، فكيف ممكن أن نحسن علاقات مع أنظمة عربية والعراقي العراقي العربي مضطهد، سواء ابن الجنوب أو ابن الوسط أو ابن المحافظات الغربية؟ من لا يؤمن بنظرية الولي الفقيه وغير تابع إلى إيران هو مضطهد ومحارب. فلذلك أنا باعتقادي أنه عملية الادعاء بالتقارب العربي هو غير صحيح وغير سليم. دكتور فاروق، ولكن هناك يعني محاولات عربية لكي تعيد العراق إلى حضنه العربي، تعتقد في خضم الظروف التي يمر بها العراق ستنجح هذه المحاولات العربية في أن تعيد العراق إلى الحضن العربي بعد 20 عاما من الاحتلال؟ ربما أكون أنا متشائم يعني، أو عندي نظرة تشاؤمية. من هي الأنظمة العربية التي تعمل الآن لصالح العرب؟ يعني إذا نظرنا إلى العراق حينما دمر عام 91 كان بمساعدة الكثير من الأنظمة العربية، وحينما غزت القوات الأمريكية والبريطانية ومن تحالف معها استخدموا الأرض العربية، والكثير من الأنظمة العربية ساعدت حكومة ما بعد الاحتلال وقدمت لها الدعم والمساعدة. فلذلك حينما نتحدث عن أنظمة عربية، نعم أنظمة عربية تعمل لمصالحها وليست لمصلحة الشعب العربي أو الشعب العراقي. ربما تحاول أن من أجل مصالحها أن تعيد أو تطور علاقاتها، ولاحظنا خلال حكم مصطفى الكاظمي ربما جرت محاولات كانت أفضل من ما هي عليه الآن أو ما قبل مصطفى الكاظمي. عبر سكاي من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لكم.